ينضم إلينا عبر سكاي مبكين الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين. أسعد الله صباحك دكتور شاكر. دعني أبدأ معك من التساؤل، ما الذي يعنيه دكتور شاهر أن تخرج اليوم هندوراس من قائمة دول 14 التي كان هذا تعدادها من الاعتراف باستقلالية تايوان؟ طبعا صباح الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا نحن نعرف أن قضية تايوان هي قضية مصيرية بالنسبة للشعب الصيني وللحزب الشيوعي الصيني وبالنسبة للرئيس الصيني، وقد حظيت هذه القضية بإجماع كبير في الآونة الأخيرة. طبعا اليوم سحب اعتراف هندوراس بتايوان يشكل إحدى الوسائل السلمية لاستعادة تايوان. أنا أقول دائما أن ووجهة نظري هي أن الصين ستستعيد تايوان لا محال، ستستعيد تايوان ولكن دون استخدام القوة العسكرية. هناك مجموعة من الوسائل السياسية والاقتصادية التي تستطيع الصين من خلالها استعادة تايوان. إحدى هذه الوسائل هي محاولة تصفير عدد الدول التي تعترف بتايوان. نحن نتذكر ماذا حصل مع جزر سليمان في العام الماضي وفي هذه السنة هندوراس، وأصبح عدد الدول التي تعترف بتايوان هو عدد قليل، هو 13 دولة فقط، وهي دول ليست دول ذات وزن سياسي أو اقتصادي على الساحة الدولية. طيب، فما حدث اليوم هو خطوة بهذا الاتجاه. أعتقد أن بكين ستستمر بهذه الخطوات تجنبا لاستخدام القوى العسكرية. ما تأثيره على الساحة الدولية أو موقف تايوان دوليا اليوم؟ ما تأثير هذه الخطوة بقطع علاقات دبلوماسية مع أنه كان متفق يعني ولم تستمر 14 يوم هذه الاتفاقيات؟ بكل تأكيد أنا أعتقد أن موقف تايوان هو يسير نحو الأسوأ، وأصلا من الناحية السياسية نحن نقول أن السياسة هي فن الممكن، ويوجد ما يسمى بالممكن الدولي. فوجود تايوان أو إقامة تايوان كدولة مستقلة أنا أعتقد أنه من غير الممكن دوليا اليوم وجود تايوان. نحن نتذكر عندما قام الكيان الصهيوني كان هناك اعتراف دولي من قبل الدول العظمى الفاعلة بإقامة هذا الكيان، ولكن عندما جاءت دولة داعش، ما تسمى داعش أو الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، لم يكن هناك أي مستقبل. لا يمكن لهذه الدولة أن تقوم لأنها مرفوضة إقليميا، مرفوضة دوليا. وكذلك اليوم مثلا الدولة الكردية في شمال سوريا من غير الممكن أن تتحقق هذا. فإذا هذا بالنسبة لتايوان، إذا من غير الممكن دوليا من الناحية العملية أن يتم الاعتراف بتايوان. فالولايات المتحدة التي تطلب من الدول أن تعترف بتايوان هي نفسها لا تستطيع أن تعترف بتايوان. إذا نحن نسير باتجاه تصفير عدد الدول التي تعترف بتايوان. طبعا لكل هذه الدول، لكل دولة منها أهدافها، وأعتقد أن هندوراس قد يكون السبب الاقتصادي عامل هام في هذا الموضوع. سأتوقف عند أسباب هندوراس، ولكن لماذا لا تستطيع أمريكا كما ورد في كلام حضرتك دكتور شاهر، لماذا لا تستطيع الاعتراف بتايوان؟ لأنها لا تريد أن تخسر الصين، لها علاقات متشابكة جدا مع الصين. اليوم الصين أكبر شريك تجاري ل 150 دولة في العالم، أكثر من 150 دولة. العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة متشابكة جدا، وخاصة في موضوع الأوراق النقدية والاستثمارات والشركات وما إلى ذلك. فكل الدول توازن مصالحها. الولايات المتحدة تنظر إلى تايوان كورقة ضغط أو ورقة ابتزاز بالنسبة للصين، لكن الصين بالنسبة لهم قضية تايوان قضية مبدئية، قضية مصيرية، قضية إقليم يعتبر محتل أو منفصل يجب أن يعود إلى الوطن الأم. طيب دكتور شاهر، البعض يتحدث أن هنالك مساعدات اقتصادية تنتظرها الهندوراس، هنالك خضع لضغوطات وترهيب، هنالك قرار سيادي. أين نضع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الهندوراس وتايوان؟ ومباشرة ولم تنتظر الهندوراس أعلنت يعني إعلان بعودة على أو ببناء علاقات دبلوماسية مع الصين. أين نضع هذه الاحتمالات وأيها هو الأقرب إلى الواقع اليوم؟ طبعا هي كل الاحتمالات متكاملة مع بعضها، ولكن الواقع الاقتصادي نحن نعتقد أن اليوم في كل العالم أصبح الاقتصاد هو القاطر للسياسة وليس السياسة هي قاطرة الاقتصاد، وخاصة أن دولة مثل هندوراس لديها مشاكلها الاقتصادية. حوالي 50% من عدد السكان يعاني من الفقر أو يعيش تحت خط الفقر، لديها مشاكل أمنية، لديها مشكلة مع الولايات المتحدة نفسها التي قامت في العام الماضي بأخذ رئيس هندوراس واتهامه بتجارة المخدرات دون احترام لسيادة الدول وما إلى ذلك. يوجد عامل اجتماعي أيضا، التركيبة السكانية في هندوراس يوجد فيها الكثير من حتى العرب اللبنانيين والفلسطينيين اللاجئين هناك، ويوجد فيها جزء كبير من السكان من جنوب شرق آسيا ومن آسيا. فهذه الأسباب كلها متكاملة تصب في
هذا الاتجاه، فهندوراس لهم مصلحة حقيقية في إقامة العلاقة مع الصين، أما أكثر الدول اليوم ما هي مصلحتها الحقيقية في التعاون مع تايوان كجزيرة ربما ستصبح معزولة لاحقا. أعتقد أنهم فضلوا الخيار الأوسع، الخيار الأهم، والصين تعمل على استقطاب باقي الدول، ليس فقط هندوراس وانتهى الموضوع. علينا أن ننتظر باقي 13 دولة هي ستكون هدفا بالنسبة للصين في المرحلة القادمة. والصين دائما تستخدم أسلوب الجزرة أو الترغيب أو إقامة المشاريع الاقتصادية، وهذا يخدمها جدا في تحقيق أهدافها السياسية. طيب، فهم دائما يفكرون بإيجابية. أعتقد من ضمن الأساليب التي تتبعها الصين دكتور شاهر، يعني دعني أتوقف عند، يعني ندرك أن بعض الأفعال التي تقوم بها الصين لها أكثر من منحة أو أكثر من هدف لتحقيقه في ذات الوقت. مؤكد أن موضوع تايوان هو الأساس والهام والذي يتصدر المشهد بالنسبة للصين في موضوع هندوراس، ولكن ما الذي تضيفه أيضا هندوراس بالنسبة للصين اليوم؟ هل هو زيادة في الركب لحلفاء لمنظومة تريدها الصين بعيدا عن تايوان، أم أن الأمر برمته متعلق فقط بموضوع تايوان؟ أنا أعتقد أن أهم عنصر تفكر فيه الصين ويخدمها هو عنصر الوقت. الصين ليست في عجلة من أمرها. نحن نتذكر ماو تسي تونغ عندما سألوه عن تايوان، هل ستعود تايوان؟ قال نعم ستعود تايوان، لكنه أردف قائلا لكن هذا ربما يحتاج 100 عام. نعم. فالصين اليوم ترى أن عامل الوقت هو عامل الوقت مكسب صلب يجب العمل عليه، أن أي بمعنى أن الوقت يسير لمصلحتهم، فكلما انتظرنا أكثر كلما قللنا الخسائر. من هنا فموضوع هندوراس سيشجع باقي الدول على الاعتراف أو ترك الاعتراف بتايوان والاعتراف بالصين الأم، لأن مصلحتهم ستكون بهذا الاتجاه، ولأننا نرى أن الولايات المتحدة بدأت تضعف، وهناك مؤشرات كثيرة حتى الدول المجاورة بالصين اليوم تسعى بهذا الاتجاه. كوريا الجنوبية التي تريد أن تؤمن حمايتها بنفسها لم تعد تثق بحماية الولايات المتحدة، الحرب التي تجري في أوكرانيا والسلوك الأمريكي الذي لم يعد مقبولا من قبل كثير من الدول. إذا هذه كلها الأسباب تصب في مصلحة الصين، والسياسة الصينية الناجحة والعمل الدؤوب على استعادة تايوان بالطرق السلمية أعتقد أيضا هو عامل مهم جدا. طب دعني أذهب إلى تحركات رئيس تايوان دكتور شاهر اليوم، يعني هنالك يعني جولة خارجية، زيارة إلى قاعدة عسكرية موجودة في تايوان، التوجه إلى أمريكا وربما بعض الدول أيضا في هذه الزيارة الخارجية، هل يجدي نفعا ضمن هذه التطورات؟ أعتقد هو ليس مفيد، هو نوع من المناورة، هي ليست زيارة إلى الولايات المتحدة بمعنى الزيارة أن يأتي رئيس دولة إلى دولة، ليست بهذه الطريقة. هي ستذهب إلى الولايات المتحدة في رحلة ترانزيت، تعتبر رحلة ترانزيت كما حدث سابقا. نحن نعرف أنه عندما جاء رئيس مجلس النواب مكارثي هو قال بأنه هو سيزور تايوان كما فعلت نانسي بيلوسي، لكن الولايات المتحدة اتجهت أو نحت منحى آخر وهو خفض التصعيد مع الصين، فاعتذر مكارثي عن هذه الزيارة وقالوا أنهم سيستقبلوا هذه الرئيسة بصفة زيارة ترانزيت أو ما إلى ذلك. وفي الأسبوع الماضي نحن نعرف أن الرئيس الأمريكي وجه دعوة للقاء الرئيس الأمريكي للقاء الرئيس الصيني بعد عودته من موسكو، ولكن الصين لأول مرة ربما تقابل ذلك بعدم التلبية المطلقة. هم قالوا إذا كان هناك ضرورة، وهذه هي المرة الأولى أعتقد أن الصينيون بدأوا يشعرون أنه لا جدوى من العمل مع هذا الرئيس، فهو الآن يعمل ضمن ظروف صعبة، هو الآن ليس هو المسيطر، هو يعمل تحت ضغط الانتخابات، تحت ضغط الواقع الاقتصادي، تحت ضغط الحرب في أوكرانيا، تحت ضغط التململ الأوروبي والمشاكل التي تحدث في أوروبا. فالصينيون يدركون أن الوقت لمصلحتهم وهم لا يريدون أن يضحوا بهذا، هم سيسعون لاستغلال هذا الوقت وتسخيره لخدمة مصالحهم وخاصة مصلحتهم الكبرى وهي استعادة تايوان. دكتور شاهر، في موضوع يعني أوراق الضغط وما يمتلكه كل طرف أو كل معسكر، لن تتخلى أمريكا، ومن الواضح ضمن هذه التطورات الإقليمية والدولية لن تتخلى أمريكا عن ورقة الضغط التايوانية، حتى وإن كانت تحاول أن لا يكون المواجهة بشكل مباشر إلا أنه مباشر أصبح. إلى متى ستبقى أمريكا تلوح بهذه الورقة، وإلى متى ستبقى مجدية على الساحة أو ضمن العلاقات بين المعسكرين؟ أنا أختلف معك أنها لن تتخلى، ربما هو حكم مطلق، لا أنا أقول هي ستتخلى، وكان هناك سابقة تاريخية عندما جرت صفقة بين كيسنجر
والصين، وهم تخلوا عن تايوان ونقلوا مقعد الصين في مجلس الأمن، أعطوه للصين الشعبية بدلا من تايوان. إذن هم سيفضلون مصالحهم. الصين اليوم تبحث عن صفقات، وأعتقد أن هذا الضغط، عفوا، الولايات المتحدة تبحث عن صفقات، وأعتقد أن هذا الضغط الشديد على الصين هو لكي تلعب الصين دورا بهذا الاتجاه. ربما نحن نسير باتجاه ضغط من نوع معين، يكون صفقة من باب مثلا أن تتخلى الصين عن دعم روسيا مقابل أن تتخلى الولايات المتحدة عن تقديم الدعم والسلاح لتايوان. هذا ممكن في السياسة، كل شيء ممكن، ولا نستطيع أن نستبعد أي احتمال. اليوم الصين أقوى، اليوم روسيا موجودة كحليف للصين، الولايات المتحدة لا تستطيع التواصل مع كوريا الشمالية، كوريا الشمالية تنفذ تجارب صاروخية تصل إلى الأراضي الولايات المتحدة. إذن كل هذه نقاط قوة. الاقتصاد الصيني هو نقطة قوة هامة جدا، وكل الدول اليوم بحاجة إلى الصين. موضوع سعر الصرف وموضوع الدولار، ونحن نعرف أن الصين قادرة اليوم أن ترفع سعر الدولار أو تخفض سعر الدولار من خلال منتجاتها. هي تستطيع أن تخفض سعر اليوان، وهذا سياسة تستطيع أن تقوم بها وقد استخدمتها سابقا وهي مجدية. اليوم نعرف أن التضخم في الولايات المتحدة أصبح كبيرا، وأن المواطن الأمريكي أصبح يطالب حكومته بإلغاء العقوبات التجارية التي فرضت على الصين، لأنها تسببت في ارتفاع الأسعار، أسعار السلع التي يحتاجها بنسبة تصل إلى حوالي 9%. إذن الصين لديها أوراق قوة كثيرة، أعتقد أنها بدأت تستخدم بعض هذه الأوراق، وهي ستحقق أهدافها من خلال هذه الأوراق، وتبقى الورقة العسكرية هي ورقة مؤجلة ولا تريد اللجوء إليها، رغم انخراط الصين في موضوع سباق التسلح، وهو ما كانت تتحاشاه في الفترة الأخيرة.